يكون الإتقان والضبط كله في اللمسات الأخيرة، وهو ما تحرص عليه بعثة الحج الجزائرية خلال تحضير المخيمات بأهم ركن للحج وهو وقفة عرفات، وكل المكاتب جاهزة بطواقمها وتجهيزاتها لاستقبال حجاجنا بمخيمات عرفات ومنى. هذه الزيارة الأخيرة تأكدنا من خلالها على جاهزية المخيمات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام. كل ما يحتاجه الحاج الجزائري طيلة فترة المشاعر جاهز من راحة وسلامة وتأطير صحي وإرشاد وفتوى، وكل عضو في البعثة الجزائرية يسابق لنيل شرف وأجر خدمة الحاج الجزائري. عشية غلق المشاعر من طرف السلطات السعودية للاستلام النهائي للمساحات والمخيمات المخصصة لمكتب شؤون حجاج الجزائر البعثة الجزائرية للحج، وكذلك لوضع اللمسات الأخيرة للسادة رؤساء مكاتب الخدمة الميدانية لكي يقوموا بإلصاق الملصقات الخاصة بتعيين الخيم وترقيمها، الخيم الخاصة بالرجال والخيم الخاصة بالنساء، والتأكد من توفر الفراش المراتب لجميع الحجاج. سويعات تفصلنا عن انطلاق المشاعر والتجند داخل البعثة الجزائرية في درجاته القصوى لوضع كافة حجاجنا في أريحية مهما كانت ظروفهم العمرية أو الصحية. من مخيمات الحجاج الجزائريين بعرفات، طارق حجي، بعثة التلفزيون الجزائري، مكة المكرمة.